مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمستر خالد صاحب كي بي برودكشنز. اهلا وسهلا فيك مستر خالد. السلام عليكم، كيف الحال؟ تمام، نورتنا بالبرنامج. شكرا جزيلا مستر خالد. حابين نعرف اكتر عن حضرتك، وامتى بدات تاسيس كي بي برودكشنز؟ اوكي، انا اسمي خالد، مواليد الامارات ودارس بزنس مانجمنت في جامعه دبي. وتقريبا انا دشيت مجال العمل في 2009، مجالات مختلفه، واخر مجال حاليا في مجال الميديا والاعلام تقريبا 4 سنوات الحين. نعم، ما شاء الله. شكرا مستر خالد. حابين نعرف اكتر عن شو الخدمات اللي بتقدمها هنا بكي بي. الخدمات اكثر شيء احنا نقدمها حق الشركات البزنس، يعني الخدمات اللي عندنا تصوير فوتوغرافي وتصوير فيديوغرافي، بس اكثر شيء حق البرودكت شوتينج، فاشن شوتينج عندنا، وبعد حق البزنس الكوميرشال فيديوز. Also, like if you guys need any offers videos somehow, like to have factory show or office shows, or also we cover some events. عندنا هالشيء يعني، فمن كل المجالات يعني seminars والbusiness والportray. If you have any business events also or personal events, we cover that. Yeah, great. Yeah. So, مستر خالد، ممكن تخبرنا أكتر طبعاً في ظل المنافسة الشديدة الموجودة هنا بالإمارات، إزاي البزنس الخاص بك قدر يتميز؟ والله إحنا ما consider إحنا يعني وايد متميزين، بس نحاول دائماً يعني نكون في المقدمة. أهم شيء في الإمارات يعني من تجاربي الخاصة اللي كان عندي، يكون عندك السوشيال ميديا. نعم. تكون اكتف في السوشيال ميديا وتحاول تسوي ادفرتايزنج في الجوجل ماب والفيسبوك ادز اند انستغرام. سو لايك مينلي في الديجيتال بلاتفورم لازم نسوي اعلانات تجاريه غير عن الاعلانات الخارجيه، يعني في الشوارع ولا في التلفزيون في هذه الاشياء. الامارات مين فوكس، يو نيد تو هاف ا ديجيتال ماركتنج ان ماي اوبينيون يعني. اكيد. مستر خالد، حابين نقول للساده المشاهدين عن نظرتك المستقبليه. نظرتنا المستقبلية، أنا إنسان ما أفكر في المستقبل البعيد جدا، لأن دائما الدنيا في حالة تغيير. فأحسن شيء أنا برأيي الشخصي أن يكون الإنسان يكون دائما عنده يعني برامج قصيرة، من ما يكون طويل المدى جدا. ليش؟ لأن بهنا حياة أنت تقدر دائما تكون updated، يعني دائما تعرف شو المشاكل اللي عندك، شو الفيدباك اللي تاخذه، فتراجع وتحل هالمشاكل وتقدر تستمر اقوى. بس احنا اكيد يعني احنا في بالنا ان شاء الله نطلع كشركه عالميه ان شاء الله، يعني نفس نحاول يعني نكون نفس مثلا Warner Brothers or something like that في النظره المستقبليه، ان ندش في مجال السينما يعني. بس شوي يعني ستيب باي ستيب ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح بالمستقبل ان شاء الله. شكرا ماجد صبري. مستر خالد، احنا بافضل بلد هنا بالامارات، موجود نعمه الامن والامان لكل الوافدين. ازاي ده قدر يساعد مستر خالد ان هو يستثمر هنا بالامارات؟ اوكي، بالنسبه للامن الامان، ان ساعد الانفسترز ان يثقون في دوله الامارات عشان يسوون انفستنج في هالبلد. بس انا احب بعد الناس بعد يعني يدون الواجب عشان هذا النعمه اللي موجوده. فتعرف انت لو الانسان يعني ما يقدر النعمه بيكون زواله يعني somehow. ف it's very important يعني for the people also to work on that and to respect all the rules and regulations in UAE. And UAE also بالمقابل they will respect يعني all the people whoever follows the rules. يعني دوله الامارات دوله قانون، انت لو مع القانون ما عندك مشكلة، بس تصير ضد القانون أكيد يعني ما تقدر تعيش في الإمارات. نعم، بالتأكيد. نعم. مستر خالد. مستر خالد، حابين نقول للسادة المشاهدين بالأخير إزاي يقدروا يتواصلوا مع كي بي برودكشن؟ عنوانه في منطقة بزنس بي وتشرشل تاور والأوفيس 502. فللتواصل يعني عندنا موقع إلكتروني إن kpproduction.design، وعندنا إنستغرام kppro.co. بعد عندنا رقم موبايل لو يبون يعني 050-353-6465، هذا الأرقام التواصل اللي عندنا. نعم. شكرك كتير لوجودك معنا مستر خالد، نورتنا بالبرنامج. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.